التقاء الماضي بالحاضر أقامت عشائر الظوالم في محافظة المثنى ومن خلال مهرجانها السنوي بمناسبة الذكرى 94 لانطلاق ثورة 20 الخالدة في ظل المتغيرات الأمنية والخطيرة التي يمر بها عراقنا الحبيب، استذكروا أروع صور البطولة والفداء التي طرزها العراقيون في مواجهة الاحتلال البريطاني وتحقيق النصر بهمة رجالاتها الذين حققوه بعزيمة واقتدار. عندما احتلت بريطانيا العراق في عام 1914 كانت تراهن على الوتر الحساس وهو الوتر الطائفي، لكن بوحدة وصلابة العراقيين ووحدتهم اصطدمت وخسر رهانها. هذه الثورة التي أسست الحكومة العراقية، وكانت هناك رص للصفوف في تلك الثورة بين المرجعية والعشائر وساسة العراقيين، ونحن من هذا المكان ومن هذه الذكرى الخالدة نطالب الحكومة المركزية ونطالب السياسيين العراقيين ونطالب الكتل السياسي أن يكونوا صفا مرصوصا مثل ما نجحوا الثوار في ثورة 20 برفع صفوفهم، نطالبهم اليوم أن يكونوا أن تكون هناك رص للصفوف. الحاضرون أكدوا بأن استذكار ثورة 20 تبعث برسائل لكل أطياف الشعب العراقي، أهمها نبذ الطائفية وتوحيد الصف في مواجهة كل التحديات التي تسعى إلى تفكيك وحدة البلاد. يستذكر واحدة من أهم ملاحم التاريخ، من أهم الملاحم في تاريخ العراق، وهي ثورة 20، وقد صادف هذا الاحتفال وهذه الفرحة بفرحة خروج العراق من طائرة البرد السابع في هذه الفترة الأخيرة قبل عدة أيام، وحقيقة هذا اليوم يمثل ولادة جديدة للعراق. هذه المناسبات وهذه المآثر وهذه الانتصارات إلى واقع على الأرض بتقديم أفضل الخدمات لأبناء هذا الشعب. وتبقى ثورة 20 شعلة وضاءة تنير درب الحرية ودرس من دروس التضحية والإباء في دحر الغزوات وإفشال المخططات التي تسعى إلى زعزعة الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب العراقي. من المثنى، حسين الخزعلي، قناة صلاح الدين. We'll be right back.